الصلاة لها شروط، هذه الشروط تأتي قبل الدخول في الصلاة. نيش تشان برجيكي هي او مرجانش بيش اوياك بتشي تناو نيشكوا. اهم شرط هو الاسلام. جرينج ترين مرج اسلام بونا. لو صلى المشرك صلى الكافر الصلاة باطلة. اگر كسيك مشرك يان كسيك كافر نيشكر او نيشكي باطلة ونارواية. صلى من يسب الرب سبحانه وتعالى. هرشي كسيك جوين بخواي قورة بدا من يستهزئ بالدين الإسلامي. هر وها أو كسي قالت بدين إسلام دكات. يطوف حول القبور. أو كسانيك بدوري خبرك أنا صور دخون. لا تقبل صلاة هذا حتى يتوب. نيجي أو كسانة دروسنيا تاوك وتوبانكا. الشرط الثاني العقل، فلا تصح صلاة المجنون. مرجي دوام أيش بوني عقل وجيرية كواتا كسي شيت نيجاكي دروسنيا. والسكران من باب أولى. وكسي سرخوش لبيشتره. فنمنع السكران من شرب الخمر ونأمر بالصلاة. والرجلي اللي كين لكسي السكران لخوارد نوي عرقه فرماني بيده كين بني أشكردن. الشرط الثالث من شروط الصلاة التمييز، يعني التفريق بين الأشياء، يعرف السؤال والجواب ليس البلوغ. وشرط السيام أيش تمييز واتا جاكر نوي شتكان نك بريتيبيا لبالغ بون. فهل تصح صلاة الصغير؟ آية نيجي من دال دروستا. إذا كان يميز فالصلاة صحيحة. أجر تميزي هبو أو نيجاكي دروستا. يعرف أن هذا ماء وهذا نار مثلا. أجر بزاني أما آو أما أجر أبو نمنا. الشرط الرابع من شروط الصلاة. مرجي شوارم لمرجكاني نيش. النية. نيت. وهي أن يقول. أيش أويا كبلت. اللهم. اللهم. إني نويت. من نيت أويا. أن أصلي. كأن يشبكم في هذا اليوم لم رشدا الأربعاء رجي شوارشما الثالث سيم رجي من شهر رجب لشهر رجب المحرم كحرام كلاوة 1440 سالي هزار شوارصات وتشل مصليا بالمسجد النبوي لا مزقوتك يا غمري فصل لا يمكن أن يقول هذا الكلام هذا بدعة ناكري أمها مخصانة بك أمها مو بدعية لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم البدعة يا غمري خواص صلى الله عليه وسلم أم خصانة نكردوها ما أمر بها فرماني بي نكردوها فكيف نصنع هذه الأشياء إيه ما تشون بيكين الشرط الخامس مرجي بين جم رفع الحدث الأكبر والأصغر لا داني نهيشتني حدثي قورو بتشوك يعني لا يمكن أن يصلي بغير وضوء إيه واتا نابي كسيك نيش بكابة بيدز نيش إذا خرج منه ريح مثلا أجر بوني كيلي أدر شو بنمنا ولا يمكن أن يصلي بغير اغتسال إذا خرج منه مني مثلا وأجر مني اللي أدر شو بنا ببي اغتسال وخوش وردن وغسل كردن نيشكي بكات الشرص السادس مرجي ششم لابد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء بيست نجاسة وبيسي لسر سيشت لا ببرين عن بدنه لسر جسي وعن ثوبه لسر جلوبرقكي وعن المكان الذي يصلي فيه ولسر أو جيقاي كنيجي لسر دكات السابع حوتم استقبال القبلة استقبال الكعبة ركردنا قبلة وركردنا كعبة الثامن لابد من دخول الوقت هاشتم بيويستا تشوب يتناو كاتكوا فلا يقدم الصلاة عن وقتها نابي نيجاكا بيشي وقتي خوي بكات ويحرم إخراج الصلاة عن وقتها وحرام نيجاكا لكاتي خوي دربك أبو دروي وقتك الشرط التاسع والأخير مرجي نويمو كوتاي ستر العورة أو أخذ كامل الزينة في الصلاة دا بوشيني عورات يان ورقلتني همو زينتك لن يوجك دا المرأة تستر جميع البدن إلا وجهها آفرت همو جستي دا بوشيتن هذا متشاوي نبي والرجل يغطي من السرة إلى الركبة وبياو دبي لا ناوكي وهتاكو أجنوي دا بوشي مع استحباب ستر العاتقين ومستحبة ك لسر شانكان شانكان جدا بوش واستحباب أخذ كامل الزينة في الصلاة واستحبابي هي ومستحبك همو جلو بريك وزينتي بكار بيني لنجا قيدا